بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا تسجيل لنظم سبل المسرة إلى طرق الشاطبية والدرة، وهو من نظم فضيلة الشيخ علي بن سعد الغامدي المكي حفظه الله تعالى، وقد ذكر في هذا النظم عدد الرواة وطرقهم، وذلك من طريقي الشاطبية والدرة، وذكر كل راو في صدر البيت أو شطر البيت، واعتمد في ضبط أسماء الرواة مخطوط غاية النهاية الذي بخط الإمام بن الجزري نفسه، ونسختين جامع الخطية من النشر، وبعض كتب البلدان والأنساب وغيرها. كما ذكر في النظم وسائط الطرق إن وجدت، فليس كل طريق يروى عن الرواة مباشرة. وقد قرأ هذا النظم الأخ كمال المروش المغربي. والآن نترككم مع النظم. قال الناظم حفظه الله: قال علي وهو نجل الغامدي، يرحمه يا ذا الفضل والمحامد، أبدأ بسم الله ثم الحمد، مصليا مسلما وبعد، فهاكما قد جاء من طريقي في الحرز والدرة في تحقيقي. قالوا نقل أبو نشيط راوي، ورش له الأزرق عنه حاوي، والبز راويه أبو ربيعة، وقنبر فابن مجاهد أتى، والدور راويه أبو الزعراء، والسوس فابن لجرير جائي، هشام الحلوان عنه قد روى، أما ابن ذكوان فلخفش ارتوى، وشعبة يحيى بن آدم استمع حروفه على الصحيح المتبع، حفص عبيد ولد الصباح، النهشر الكوفي ذو الإفصاح، وخلف روى ابن عثمان النبه عن شيخه إدريس عنه فانتبه، خلاد الراوي له محمد، هو ابن شاذان الزكي الأمجد، والليث قل محمد بن يحيى، والدور يحويه النصيبي وعيا، أما ابن وردان فيروي الفضل، وهو ابن شاذان الإمام العدل عن شيخه الحلوان، وهو يروي عن شيخه قالون عنه يحوي، أما ابن جماز فيروى عن أبي أيوب، وهو الهاشمي النسبي، يروي عن إسماعيل نجل جعفري المدني، وهو عنه فاذكري، رويس النخاس عن تماري، وروح الفذ بن وهب جاري، إسحاق الوراق سوسا جرد عن نجر أبي لعمر عنه ارفعا، إدريس يروي حرفه المطوعي، وهكذا عنه القطيعي يوعي، وطرقها 22 عددي، شعبة مع إدريس واحدا زدي، وفي الختام حامدا مصليا مسلما على ختام الأنبياء، وآله وصحبه أولي النهى، ومن إلى طريقهم قد انتهى.